جبت لكم اليوم الحل السحري لتحويل الصوت الى كتابة على الفيديو وبشكل مجاني. ومو بس هيك، صار فيك تترجم فيديوهاتك بشكل تلقائي لأي لغة بدك إياها عن طريق الذكاء الاصطناعي. الأزل يفيد القدم، أي دوام الوجود في الماضي. وفي هذا السياق نقول إن الله أزلي أو قديم، أي أن ليس لوجوده بداية في الزمان. أما الأبد فهو ما لا آخر له في الزمان، ويطلق السرمد على ما لا أول له في الزمان ولا آخر، أي على ما يكون أزلياً وأبدياً معاً. قبل ما نبدأ حابب أقولكم أن صناعة الفيديو اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي بيختلف كتير عن المرحلة السابقة، ويلي كنا نكتفي فيها بوضع بعض المؤثرات البصرية والصوتية. أما اليوم لابد من إضافة المزيد من اللمسات الإبداعية الذكية على فيديوهاتنا، ويلي راح تساعد طبعاً على زيادة انتشار الفيديو وزيادة المشاهدات عليه. والفيديو اليوم يا أصدقائي رح يكون على قسمين، القسم الأول رح نشتغل فيه على البرنامج الشهير كاب كات، والقسم الثاني رح نعمل المعجزة ونشتغل نفس الحركة ولكن على البرنامج الاحترافي أدوبي بريمير. قلت رح نعمل المعجزة لأنه صناع المحتوى العربي لسه مظلومين لهلأ، وما في برامج كتير بتخدم اللغة العربية. ولا قبل ما نبدأ بذكركم بالاشتراك بالقناة، ورح أكون سعيد جدا بالدردشة معكم بالتعليقات. شمطوا عليكم أكثر، يلا على الشرح. ولا خلونا نبدأ الجزء الأول من الفيديو، هو تطبيق هي الحركة عن طريق برنامج الكاب كات. طبعا رح أترك لك رابط تحميل البرنامج زائد المواد يلي رح نستخدمها في أسفل الوصف مشان تطبق معي الدرس في البداية وتستفيد للآخر. طبعا مجرد أنت ما تنصب البرنامج رح تطلع لك الأيقونة هون على سطح المكتب. نفتح البرنامج ومنجي هون منعطي كرييت بروجكت، وبعدين ننزل لهون مشان نستورد الفيديو يلي رح نشتغل عليه، فمنعطيه من هون امبورت. طبعا انا جهزت الفيديو عن طريق برنامج المونتاج ادوبي بريمير، ولكن انت ممكن تصور فيديو مباشرة من تليفونك وتجيبه تدخله على الكاب كات، فمنعطيه من هون فتح، نسحب الفيديو بهذا الشكل منحطه على التايم لاين تحت. وخلونا نقفل الصوت حاليا لانه ما بيلزمني. وهنا عندي فيديو بسيط مدته تقريبا 25 ثانية، طبعا انا اشتغلته على برنامج المونتاج ادوبي بريمير، ورح اعطيكم فكرة عنه اكثر بالجزء الثاني. وهلا بنجي بنتأكد انه نحن محددين الفيديو بالتايم لاين يلي بدنا نشتغل عليه. طبعا السبب ممكن يكون عندك اكثر من فيديو واكثر من طبقة، فانت لازم تحدد الفيديو يلي بدك تعمل عليه كتابة. بنجي لهون بنشيل اشارة الصح عن الصوت طبعا مشان نفعل الصوت، وبنطلع لفوق هون عند التكست عند الاوتو كابشن، ننزل لتحت هون شوي منعطيه جنريت. عطاني الكتابة موجودة هون في الأعلى مثل ما نحن شايفين. طبعا الذكاء الاصطناعي عمل شغله مثل السحر. هلا ممكن نحن نجي نعدل على هاي الكتابة، فمجرد ما تحدد على أي نص هون مثلا تجي هون بالأعلى بتشوف قائمة التحكم. أول شي رح نعمل شغلة كتير مفيدة وبتهم صناع المحتوى. ممكن هون تجي انت أول شي تراجع الكلام يلي حطنا إياه، يعني أكيد رح يكون في أخطاء صغيرة بتعدلها من هون. وطبعا هون بتوقف على السطر يلي فيه خطأ مثلا وبتعدله، ممكن يكون همزات، ممكن يكون مثلا أحرف لسوية، ممكن يجيب لك كلمة مي واضحة انت لفظتها بشكل غير واضح فهو يكتب لك إياها مثل ما سمعها. طبعا انت هون فيك تعدل ببساطة. بالإضافة لذلك ممكن تكون الجملة طويلة فانت حابب تقسمها لقسمين، مجرد ما توقف هون وتحط السهم تعطيه انت فهو رح ينزل لك اياها لتحت. طبعا هو رح يناسب حركة الشفايف ومكان الجملة. طبعا ممكن هون عنا جملة طويلة فرح تصعب على القارئ انه يقراها، او ممكن انه تكون حركة مملة انه طلعت الجملة واستقرت بالفيديو. فانت لتحريك الفيديو لازم تخلي الكتابة قليلة مشان تطلع هيك تنقلات، تطلع كتابة، تطلع افكتات، فهي الغاية يلي رح نساويها. فمثلا خلونا نشوف هون الجملة الطويلة، رح نساوي قطع عند على، فبنحط المؤشر عند على ومنعطيه انتر، فرح تنزل الجملة لتحت، وهيك انت عم تحرك الفيديو وعم تشيل الملل عن المشاهد. وهذا الشيء الأول يعني ممكن نعمله بكابشن. وبنجي على الخطوة الثانية اللي هي التكست، اللي هي نوع الخط واللون والحجم. طيب هون مثلا خلينا نشوف، طبعا في هون بيدعم اللغة العربية كم خط من كتار، إذا هيك نزلته للوسط، هون شوفوا الخطوط العربية، طبعا ممكن تختار أنت الخط اللي بتلاقيه مناسب لذوقك. خليني مثلا أنا أشتغل على خط طباعة، بعدين بتجي هون بتعطيه الحجم يلي بدك إياه. طبعا
هون ممكن انت تحطه عريض مثل كانه عم تتعامل مع الوورد. طبعا فيه هي التنسيقات كلها موجودة. هون كمان فيك تغير اللون يلي بدك اياه. طبعا انا رح اخليه حاليا ابيض. وبنجي لهون عند الاساليب الجاهزة. طبعا ممكن انت تختار اسلوب جاهز فهو رح يغير لك كل شيء سويته انت ورح يعطيك اسلوب معين. يعني رح يحط لك شادو او رح يحط لك خلفية او رح يحط لك لونين مع بعضهم. فانا بفضل اشتغل الاسلوب على ايدي. طبعا فيك انت تستعين بهي القوالب الجاهزة. وهلا فينا ننزل على الترانسفورم ونغير مكان وجود هذا الخط. وطبعا بسهولة ممكن تمسك هيك الخط من الماوس وتحركه او ممكن تروح هون على القيم وتحطه مكان ما بدك. وهون هي مفيدة ممكن تحط انت باك جراوند للخط. طبعا هون بتجي انت بتختار اللون يلي بدك اياه بتلعب بالقيمة من هون. وممكن تكون الاوبسيتي عندك نازلة للصفر. جرد ما حطيت لون ما رح يطلع عندك انه انت حطيت اطار. فبترفع الاوبسيتي هون للمية وبتجي بتعطيها قص الحواف يعني تدوير الحواف من هون. شوفوا كيف صار بهذا الشكل. طبعا هون فيك انت تغير كمان حجم الاطار يلي حط لك اياه. يعني في اضافات كتيرة ما رح ندخل بالتفاصيل المملة. هذا كان بالبيزك. ولكن ممكن انت تحرك هذا الاسلوب يلي عملته. تجي هون على الانيميشن وبتعطيه حركة. طبعا لازم انت تحددهم هيك مع بعضهم كلياتهم وتعطيهم الحركة يلي بدك اياها. مثلا لا على التعيين خلينا نجرب مثلا هاي الحركة. او ممكن نجرب حركات تانية. طبعا لا تنسى انه تكون محدد عليهم كلياتهم وبتعطيه هي الحركة يلي بدك اياها وبتجرب انت الاسلوب يلي بتحبه. هيك جمعنا ما بين البيزك والحركة اللي هي انيميشن. ولكن ممكن انت تتغاضى عن هذا الشيء كله وتجي مباشرة بعد ما انت تكون بالكابشن ورضيت على النص يلي بدك تحطه تجي مباشرة على التامبلت. التامبلت هي اسلوب خط زائد لون زائد حركة. يعني هو جامع لك يا هون كل هدول بخانة واحدة. فبتجي بهون بتختار يلي بدك يا. طبعا ونحن هيك محددين عليهم كلهم فبنختار شي يلي بدنا يا. فهو رح ينسالك كل شي انت ساويته ورح يعطيك الحركة يلي هو مصممة زائد الخط زائد اللون. في هون كتير شغلات حلوة ممكن انتو تجربوها وتختاروا شي بناسبكم. وخلونا نشوف هذا التامبلت. حسيته كتير ترند وراقي. يعني بتطلع الجملة بتتغير فيها كلمة كلمتين لغير اللون. طبعا انت بتختار الشي يلي بدك اياه. وهيك بعد ما تأكدنا انه هذا الشي يلي بدنا اياه بنعطيه من هون اكسبورت. فهون منحط الخيارات المناسبة للفيديو تبعنا. طبعا هون بتحدد الفيديو. انا حيطه هون 4K وممكن انت تستورده بس كأوديو. طبعا تعطي هون اكسبورت وراح يكون عندك الفيديو جاهز. راح يعطيك خيار انه انت تشاركه مباشرة على منصة تيك توك او يوتيوب. وهذا الشيء بيساعد على انتشار الفيديو اكثر. ولا وصلنا للقسم الثاني من الفيديو يا صديقي الجميل. وهو انه نشتغل كل هذا الشغل على برنامج المونتاج ادوبي بريمير. والسبب ممكن يكون عندك مشروع ضخم ما بدك تخسر الدقة او ممكن عندك افكتات معينة ما موجودة الا ببرنامج مونتاج اختصاصي. وسابقا كنا نروح بكل بساطة على برنامج الكاب كات نعطيه من هون اكسبورت. منشيل اشارة الصحة عن الفيديو والاوديو ومنخلي اشارة الصحة عن SRT. ولكن للأسف هذا الشيء ما ظل موجود بالكاب كات. رح نشوف طريقة تانية سهلة بتمنى انه تركزوا معي. ونحن فاتحين برنامج الكاب كات بشكل طبيعي نضغط على اي نقطة بالتايم لاين خارج مكان الفيديو. يعني المهم انه تطلع معي هاي المعلومات. رح اخذ منها انا الباس فرح اتبع انا على جهاز الكمبيوتر هذا الملف لحتى اوصل له. فما علينا الا نفتح نحن جهاز الكمبيوتر. فهون كاتب لي سي فبجي انا هون على قسم السي. بعدين بدور على اليوزر هذا اليوزر. بعدين رامي ام فبجي لهون انا اب داتا. هون عندي اللوكيل. بعدين هون عم لي كاب كات درافتس فهون بجي بفتحه انا. بجي بدور على 50-50 على 4. فمجرد ما ألاقي هون هي 50-50 على 4 واللي بهمني من بين كل هالملفات هذا الملف بس. طبعا هو صيغته شوي غريبة GSOM. فهذا رح نحن ناخده نعمل له نسخ ومنروح منحطه مكان ما بدنا. وهلا ما بقلنا شغل بالكاب كات. وبتجي على هذا الموقع يلي طبعا رح اترك لك اياه بصندوق الوصف. تختار الملف يلي حفظناه من شوي. نعطيه من هون تحديد ومنعطيه generate. وحول لي الملف لصيغة SRT وهذا كل المطلوب. طبعا فيك من هون انت تصلح الكلام او تخلي هاي المرحلة لبرنامج المونتاج. وبعدين بتجي هون بتعطيه سيف. بتحفظ الملف وين ما بدك. طبعا انا رح حطه بسطح المكتب بنفس الملف 3. نعطيه سيف. وبعدين بننتقل لبرنامج الادوبي بريمير. ورح افتح المشروع يلي كنت عم بشتغل عليه. والخطوة الاولى لازم نوحد بيئة العمل بيني وبينك. فبجي هون على الويندو عند الورك سبيس بعطيه فيرتيكال.
وممكن كمان أجي على الويندو مرة تانية عند ورك سبيس أعطي ريسيت، فهون رح يعطيك بيئة عمل مماثلة للشيء اللي عم تشوفه بالشاشة حاليا. وممكن أعمل ميوت مشان أورجيكم إياه هيك بشكل سريع. طبعا هون نحن حطينا الصوت على جناب الذكاء الاصطناعي زائد الموسيقى، بعدين هون في عندي طبقة التلوين، وهون الفيديو الأصلي مثل ما لنا شايفين، وهي هون مؤثرات بسيطة وانتقالات. هذا الشيء ما رح نغطيه هلأ بهذا الفيديو، ولكن ممكن إذا حبيتوا كتبتوا لي بالتعليقات ممكن أعملكم فيديو عن طريقة مونتاج هذا الفيديو بالتحديد، وكيف فينا نعمل مؤثرات صوتية وكيف عملته بشكل عام. ولكن المهم بهذا الجزء أنه أورجيكم كيف فيني أجيب ملف الـ SRT يلي استوردته من شوي وأحطه هون بالبريمير وأشتغل فيه. فنحن مجرد ما واقفين على البروجكت بجي بضغط هون مرتين واروح على ملف رقم 3 يلي أنشأته من شوي وبستورد هذا الملف. طبعا شوفوا هون الصيغة SRT وهذا هو المهم. بسحب هذا الملف بحطه هون في الأعلى مباشرة مع الفيديو بشكل مباشر، وبعدين بحدد على هاي النصوص هيك بشكل عام، وبطلع لفوق عند Graphic and Titles، وبنزل عند Upgrade Caption to Graphic، وهون حول لي ياهن لنص عادي بحسن أتعامل معه بكل بساطة بالأسانشال جرافيك. طبعا ممكن أغير الخط يلي بدي إياه، أنا بختار الخط المفضل عندي اللي هو قطر، هون ممكن أحطه مثلا عريض، هون ممكن أغير اللون يلي بدي إياه ولكن أنا بفضل اللون الأبيض دائما، وممكن هون نعمل له background. فبنجي هون نحن بنعطيه اللون يلي بدنا إياها، مثلا خلينا نختار هذا اللون، وطبعا مثل ما تكون شايفين ما صار شيء لأنه هون الأوباسيتي محطوطة زيرو، فلازم أنتوا ترفعوا الأوباسيتي للمية، وهون بتعطوه انحناء الحواف بهذا الشكل. طبعا ممكن انتو تكبروا شوي المستطيل بشكل انه يتناسب مع الخط. وخلونا نشوف هلا. في بداية في الزمان، اما الابد فهو ما لا اخر له في الزمان ويطلق. وطبعا هون عملنا تنسيق جدا بسيط لهذا الخط، وفينا نحدد الكتابة كلها بعد ما جهزناها، وزر الماوس الايمن نعطيهم نست. وطبعا الغاية من وضعهم في نست انه نحطهم في طبقة واحدة، فأي تأثير أي تحريك رح يتحركوا كلهم. فشوفوا مثلا أنا حددت هون النست، بجي على الإفكت كنترول بعطيهم تحريك فرح يتحركوا كلهم بنفس الوقت. ممكن نرفع شوي مثلا الخط لهون مشان نعيف مجال للترجمة. والخطوة الأخيرة أنه نجيب الترجمة، ورح نستعين بموقع سهل وبسيط جدا. فمنجي هون نحن على الموقع وبنضغط عند هاي الإشارة مشان نجيب الملف يلي طالعناه من شوي اللي هو SRT. منحمل الملف هون، وبعدين بتجي لهون Select Language، بتختار اللغة يلي بدك تترجم الفيديو إلى. طبعا خلينا نختار نحن الإنجليزي، وبتعطيه هون Translate، فترجم لك إياها بشكل مباشر. وممكن أنت كمان تعدل إذا في تعديلات، وبتعطيه داونلود وبتحفظ الملف مرة تانية. وهيك بنرجع على البريمير بخطوات بسيطة ومكررة. نجي هون عند البروجكت، نضغط مرتين، منجيب الملف الجديد يلي طالعناه اللي هو ملف الترجمة، مننزله كمان عند التايم لاين هون بالأعلى بهي المنطقة، منحدد عليه هون كلهم، ومنروح على الجرافيك اند تايتلز، ومنعطيه هون Upgrade Caption to Graphic. وهيك نزل ياهن كنصوص قابلة للتعديل على Essential Graphic. طبعا منحددهم كلهم كمان ومنحطهم بنست. وممكن بالإفكت كنترول بعد ما نحدد على النست، طبعا هي هون الترجمة، نختار مكان إلهم مناسب. طبعا أنا شايف إنه مكانه مناسب، ولكن أنا بس حاب أورجيكم الحركات. فيك أنت تكبر تصغر تساوي يلي بدك إياه، وممكن ترجع على Essential Graphic تدخل على النست هيك وتعدل فيهم. ممكن تغير انت نوع الخط، ممكن تساوي يلي بدك اياه، تتعامل معهم مثل ما تعاملنا بالكتابة العربي. وبس راجعت الفيديو وحسيت انه كل شيء صح والكلام موجود في مكانه، تجي لهون بكل بساطة بتعطيك سبورت وبصير الفيديو جاهز عندك. وهذا كان كل شيء لليوم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما رح اودعكم لانه رح اترك لكم فيديوهات مفيدة جدا بتمنى تشوفوها، وتعطوني رايكم بالتعليقات. ومرحبا فيك بالفيديو التالي.